عطى عطى ايوه 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 عبد الله ايوه اجلدوا اجلدوا ارنحوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في مصارعه ايام الطيبين، ايام ريزر رامون والاكس لوجر يفوزون واندرتيكر يفوزون. تصدق ما اقدر اقول ان ايام اندرتيكر نشب للحين قاعد يصارع، هذا ما تقدر تقول عنه ايام الطيبين، ايام كل الايام ما شاء الله. عموما بريت هارت طبعا اكيد الاسطوره بيصير الحين في دوري رويال رامبل، مو دوري رويال رامبل، كينج اوف ذا رينج حق المكتب. اوكي انا وفهد واحمد وعبد الله اوكي راح نلعب مباريات اسطوريه ونشوف مين يفقع وجه ثاني مين يفقع وجه ثاني. اوكي فنبدا المباراه الاولى، مين مصارع؟ عندي فكره. ليه ما نخلي اللي برا الاثنين يختارون الشخصيات اللي يلعبون؟ فكره حلوه. يلا اختار عبد الله. انت اختار لي راح تختار لك. مين اختار؟ خالي عبد الله. ما اعرف اختار اي شيء. خلنا شون. اوه شون مايكل احبه. شون مايكل؟ ايه. يلا بخ والله نختار بريت هارت بدون ما تقول لي. لا لا ليش؟ ليه؟ بس يرجع الروح. شوف بس هذا فيها قبائل. حلوه ذي. يلا يلا هد تو هد. شون مايكل. يطلعون الاغاني حقتهم ولا؟ في الاغاني في لا 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 مو بذي اللعبه اللي فيها اغاني. والله اعطيتك هون. ايوه في 10 ثواني ما ادري. وخر وخر بدخل. لا لا اوه انا قاعد اتحكم بالزر الثاني. والله بدايه قويه. وش الغش ذا مع مضرب؟ ما في أسلحة. فزت. فزت بالمضرب. الجولة الأولى. وش التثبيت ذا اللي؟ بل بل. قاعد يدرب عليه. والله ما نعرف فيه ذا. ما يحتاج تلعب فيه كلهم نفس الأصوات. أي والله. يس. يلا لا. أوت. وش قاعد طيح منك طلع قلوب أنت وإيش طيح منك أنا؟ ايوه 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 اديله اديله ودو 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 ايوه ايوه اجلد اجلد ايوه. شلون يس شلون اسوي فين؟ تحت مثلث. ها؟ تحت واي. اوكي فز عليك اول جوله. حلو التدريب زين الحين. لا انت لعبت قبلنا ما يصير. ما اخترت الشخصيه هو اختار. انا ما اخترت محمد ما كان تعتبر هو منه هو ما لي دخل انا. فهد انت لعبت تدرب؟ تدرب ولا ما تدرب؟ تدربت انت؟ والله ولا مست حلو ذي دوري نظام عمران ما في مو في لحظة أنا اللي فايز. لا عطى يدرب بس يدرب. هاي يدرب على أنت طيب كيف بدأنا نبدأ الدرب. يلا أوكي أوكي عطى أحمد المرة أنا المظلوم أنا أصلا ما أدري إنه ما أدري وضيع حياة الفهد هذا. ترى رمضان كله مسلسلات بالضبط ضيق الصدر ما إحنا محتاجين مسلسل زيادة. كفو كفو هذه ولا الثانية؟ لا 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 شباب ترى ما في تثبيت ولا شيء، يعني كل اللي يحتاج تسوونه تخلصون الاتش بي حق الشخص الثاني وبس هو لحاله يثبت. لا في لا لا في تثبيت لو تحت مثلث لازم. والله لا اعرف بعد كل شيء علمتك تو بدري توني سويتها. معك مضرب بعد الحين. صدق شلون من وين جاب المضرب؟ مثلث بس هو حركته العاديه البيسك زي الحين. مين هذا؟ المدرب احمد. اي عبد قاعد يلعب احمد عليك. شلون تسوي بلوك؟ صده ذي هذا البلوك حقه كذا. اوكي ذا بلوك. قوله انا ما عمري شفت البو زي هذا بحياتي. مو البو الرجل ضربه ولا ايش ضربه ذا؟ ما ادري. اوه اوب قصب يلا فاز. الحين انا ضد عبد الله غيرنا القرعه. لحظه وين ويني؟ ما في بعدين ضد احمد. يلا اوكي ضد احمد. الحين نسوي البطوله الجديه خلاص بعد التدريب. ما ادري البطوله وين راحت اصلا. فقررت ان القرعه انا ضد عبد الله. انت ضد عبد الله. انا ضعيف انا حلقه ضعيفه. يلا اختار شون مايكل حقك الخايس. اختار شون مايكل عبد الله. ليش خايس؟ بس اوكي يلا يلا. في كوب والله اي في كوب بعدين. يلا خلاص الجاي انا وانت كوب ان شاء الله. ضد فهد وعبد الله قدام ما عندي مشكله. اثنين شون مايكل كل شيء. طلع له العجل عبد الله لا تخليه في قبائل ذي. تعال يلحقون على الدوام وش سالفتهم؟ اصر والله ما عندي كرت الحركه. كبر كبر هو يسوي يا اخي حركاته رهيبه. هيا يس حتى بدون عد. ما يحتاج عد. ليش ما في عد هذه اصلا
يلا كفو تبرق فرصة تاك خرب علي روح عبد الله عطى 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 ايوه 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 ايوه, أيوة عبد الله ايوه اجلدوا اجلدوا ارنحوا راس لا لا وش الراس هذه من جد خرب بيته عبد الله عبد الله اركض ايوه لا عبد الله اركض رجلك صايره اركض كنك تلحق على صوت جمعه بس اوح ايش لا لا ايش اركض لا اصبر لا تخليني اسوي لك حركه احمد من فوق الحلبه طيب الحين صار الحين خلاص دور مين عبد الله عبد الله طلعت من البطوله طلع احمد ضد فهد طيب هذه اكثر طيب اوكي لحظه لحالك بتلعب ما ادري ايش صار يلا عط خل هو خلي ريز رمون ما بيعرف حلو ريز رمون زين يلا طيب انا ريز رمون سوي الحركه ذيك اهم شيء من فوق كذا ايوه اي هذيك أيوة. لازم هذيك من اخر الحلبه كيف احمد هذيك اندرتيكر كل واحد اللي عنده هدوك والله زعل بيسوي لك كذا ذي لا وهذا اللي يمسكني من هالدنيا كذاب لعبها اليوم اليوم هذا كذا كيف شوف 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 الرقيه بس بال سويتها بس بالارض لحظه لحظه يا بابا بابا واخذ اضرب لا تدفع اضرب ايوه ليش خوفني يا اخي محمد ذيك شيء يركض زي كذا ليش ما تنزل بعد لازم اقابلك في النهايه شد حيلك انا قادر اسوي شيء مؤخر عطى واحد فيكم طارب جاء لا 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 اي شوف ما ثبت حتى ما يعترف فيه ولا حاجه يا سلام هي اي لا لا فهد يمديك لا والله غش عبد الله قاعد يلعب له ليش يا شباب انا فزت مره ليش اندرتيكر ضد بريتارت كلاسيك يلا خلينا نشوف الكلاسيك والله الدوري هذا مفقع فيها فلوس السالفه ما ادري السالفه يلا بسم الله بريتارت حتى الكاركتر هو اختار لي يلا محمد متوتر شوي عادي احمد عادي ذكريات سمر سلام اندرتيكر اندرتيكر هذا يشجعون زي كذا ايوه اوب اوب يخرجوا له هذه مره طويله يا اخي وش ريح هذا في فرق اقول اطوال الشخصيات ريح حتى خياس وش ذا اللي يطلع منه هذا وش ذا هي ادري هذا خش ما زال يكسبونه والله والله من جد يا ساتر رجوله مقاس 55 55 شيء زي كذا والله شوف طير الهيلث حق البريت هارت مسكين يلا كويس محمد بدي بسر والله غرت انا والله اعطاك بوكس محمد خلى اجداد اجدادك يحسوا فيه اترك لا لا والله قاعد يدرب احمد من ورانا يو خلاص ايوه عطى عطى ما في فايده فاز احمد ولا دفتني حتى فاز احمد ولا ايش فاز احمد بالبطوله فاز احمد بالبطوله لا لا عادي هذه يا شباب يعني اشياء تصير في رمضان اوكي الحمد لله انت تبي تخسر فيديو عشان تسوي اديت قصير عليك محمد عشان اخلص الفيديو بسرعه يعطيكم العافيه على المتابعه يا شباب اللي مو مشترك يشترك يا شباب اشتركوا تكفون يعطيكم العافيه نسوي لكم فيديوهات اكثر اللي مشترك يفعل الجرس واللي مشترك واللي مو مشترك يعطينا لايك يعطيكم العافيه نشوفكم في فيديو قادم مع السلامه اندرتيكر